يظهروا مشاكلهم على السوشيال ميديا زي مشكلة مثلا شيرين وحسن حسني؟ هو أنا بصراحة يعني معاه ما بتكلمش في أي حاجة شخصية، بالنسبة لي الناس بتتكلم كفاية من غير أنا ما أقول أي حاجة. فأنا بصراحة يعني بحب الحياة الشخصية تكون بعيدة عن الفن. يعني شايفة إن هو المفروض الفنان ما يظهرش حياته بشكل. طب إيه رأيك برضو في الفنان أدم سليمان النابلسي اللي هو قال لي اعتذر الفن وردت عليه فنانة مايا؟ مش بحب كده لأن دي حرية شخصية لعيب، بس يعتذر مع نفسه بقى. مش لازم يقول لنا الخبر السعيد. يعني أنت شايفة إن اللي عايز يعتذر يعتذر في صمت؟ مع نفسه، مش لازم بقى أنا اعتزلت أنا رجعت أنا روح. يعني براحتك أنت، دي حرية شخصية واختياراتك، مش لازم بقى كل شويه تقعدوا تعملوا الكلام ده على الفن يا جماعه. يعني كفايه حرام بجد، حرام. يعني انتوا بتكسبوا من الفن وبتاخدوا فلوس كتير قوي وبيقول الناس بتحبكم وبتهتم بيكم وبتجمعكم وبتبقوا نجوم كبار ومش عارفه ايه، باين تقولوا لا لا اصل الفن حرام. لا حرام بقى عليكم. ناويه تطلع علينا تاني امتى؟ الناس عايزه بقى نشوفك. لا سينما ودراما ان شاء الله باذن الله. مسلسل الألعاب اخراج الاستاذ الكبير عادل اديب مع النجم محمود حميده ومجموعه كبيره جدا. هو ايه اللي ممكن يخليك تفكري في الاعتزال؟ لما احس ان انا ما عنديش حاجه او طاقه او حاجه ان انا اقدم جديد يعني، بس ان شاء الله ربنا يعني يقدرني ويديني الصح ان انا اقدر اعمل لكم ادوار كمان ان شاء الله. طب ايه عليك خلاص السنه؟ عندي تصوير مش عامل حاجه. الفن دايما بيقول ان هو بيضرب شلل، وان انت شايفه ان هو لغايه دلوقتي كان لسه نظام شغل؟ انا ماليش دعوه، انا بشتغل مع نفسي. انا بروح التصوير بخلص تصويري برجع بيتي. يعني انا بعتمد على نفسي، ما عنديش اصحاب كتير في الوسط الفني واصحابي يعتبر معدودين. فانا بشتغل يعني من غير شله، بشتغل صحيح ببطء جدا بس بشتغل. ايه الدور اللي ممكن تكوني ندمتي على اللي عملتيه؟ ندمتي على كده يعني انت مقتنعه بكل ادوارك حتى لو كل ادوار والناس بتحبها حتى لو فيها مفيش انتقادات بادواري؟ كل ادواري جميله والناس بتحبها. كلمه بقى لجمهورك. بحبكم وحشتوني، ان شاء الله اقرب وقت اعمل لكم ادوار جميله وجديده وتحبوني فيها. كل سنه وانتم بخير. شكرا جدا. شكرا. انا